السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بالجميع ومرحبا بكم مرة أخرى مع درس جديد من قواعد اللغة الإنجليزية من كتاب Understanding and Using English Grammar. الكتاب من إبداع بيتي أزار تقديم إسلام طاقم النهارده، إن شاء الله معانا الدرس السابع من الفصل التاسع عشر بعنوان Showing Direct Contrast. إظهار أو إنك تبين العلاقة ما بين جملتين بيكون فيهم نوع من أنواع المقارنة المباشرة، ولما نقول مقارنة يبقى أنا قصدي كمان بالمقارنة اللي هو Contrast التضاد أو التناقض، يعني احمد طويل ولكن ابراهيم قصير، شفت هو عنده صفه كذا وفي المقابل او في التناقض في صفه كذا. النهارده هنتعلم استخدام while whereas but however on the other hand ك adverb clause وك conjunction وك transitions. عرفنا المصطلحات دي قبل كده، المسميات والادوات دي تقريبا كمان عرفناها في الدروس السابقه اذا بنستخدمها، ولكن هي جايه النهارده تبع درس direct contrast، مع اننا درسنا قبل كده برضو حاجات بتعبر على الكونتراست، ولكن الدرس السابق كان قبل ده بالظبط عن unexpected results، النتائج غير متوقعة، فبيبقى حاجة والنقيض بس نقيض احنا مش متوقعينه مختلف. فالنهاردة هنستخدم while whereas but however on the other hand عشان نفرق او عشان نستخدمهم نفرق ما بين حاجتين ببساطة في جمل سهلة وسلسة، وهنعرف برضو ازاي نظبط البنكتويشن الترقيم في الجملة كالعادة. دعمك المباشر لايك شير سبسكرايب وزر الجرس، اشعار في كل حلقات الكتاب، وصف الفيديو رابط تحميل الكتاب وسلاسل اخرى حبيت تطلع عليها. هذا بالله التوفيق، ولنبدأ يا سادة درس جديد بسم الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اهلا ومرحبا بكم مرة اخرى. Showing direct contrast إظهار التناقض أو التضاد مباشرة أو المباشر. All of these sentences all of these عشان كله دائما في these كورونا these all of the sentences have the same meaning، كل الجمل لها نفس المعنى. طيب نشوف كده مثال من الجمل. Mary is rich، John is poor. أوكي، ماري غنية، جون فقير. فكرتين ما هماش زي بعض، هما مختلفين وتقريبا نفس الميزان. يعني ازاي؟ يعني هو بيوصف ان ده غني وده بيوصفه ان هو فقير، مش مثلا بيقول ان هو غني وبالتالي هو مثلا ما عندوش سيارات كتير او عنده فيلل كتير او يقدر يعمل او ما يقدرش يعمل، انه سعيد او انه حزين. لا، ما هو بيعمل علاقة كونتراست تضاد او تناقض ما بين شخصية وشخصية وصفة وصفة، فدي مباشر. تمام، كادفيرب كلوز هندرس while whereas، الاثنين عارفين ان هما بمعنى بينما ودرسناهم قبل كده. الادفيرب كلوز هي الجمل الظرفيه اللي بتحتاج جمله تانية عشان تتمم لها المعنى، والادفيرب كلوز ممكن يجي في اول الجمله او ممكن تبقى الجمله دي هي التانية والجمله المتممه تيجي قبلها. لو جت في اول الجمله الادفيرب كلوز يعني while او whereas جت في الاول هنضطر نفصل ما بين الجملتين بكما، لو جم في النص مش محتاجين نستخدم الكامز. طب نشوف كده. Mary is rich، ماري غنية، while بينما جون is poor. تمشي اكنها بيقولك but جون is poor، زي الفل. حلو، جون is poor جابها في الاول while Mary is rich، بينما ماري is rich غنية. طيب ماري is rich، ماري غنية، whereas جون is poor. ممكن نجيب whereas Mary is rich John is poor. لو تلاحظ شوف هنا قالك ايه، Mary is rich while John is poor. طب ما كان يقول لك مثلا هنحط while John is poor Mary is rich. ايوه ما فيش مشكله، هي الجمله بس انت قلبتهم. ايوه، وفي نفس الوقت بيقول لك لو انت جبت الجمله دي مكان الجمله دي مش هيحصل فرق. يعني الجمله الاولانيه Mary is rich صح، طب حط الاول John is poor while Mary is rich، الاثنين صح. تمام، انا زي ما انت شايف كده مفيش اي فرق بالنسبه لهم. طب ليه هنا جاي القامه قبلهم مع ان انا المفروض تستخدم كادفيرب كلوز؟ هنا while جايه انها بتساوي بالظبط كلمه but كconjunction، عشان كده تحط قبلها القامه، في حين whereas هي adverb clause صريح. Mary is rich whereas John is poor. ممكن نقلب، ممكن نقول John is poor whereas Mary is rich. أو قال لك جمالك الأول whereas Mary is rich، فصل ما بين الجملتين John is poor. تمام،
ده بالنسبة لاستخدام while و whereas عشان تفرق ببساطة ما بين حاجتين. يعني ممكن تقول مثلا the sun is hot, the sun is hot while بينما أو whereas the moon is cold, الشمس حارة بينما القمر بارد. أو ممكن نقول the sun is shining, الشمس مشعة أو مشرقة while بينما the moon is dark, القمر مظلم. ممكن أقول برضو the moon is dark while the sun is shining. تمام، فدي صح، دي صح، كله زي الفل مع whereas while لما تيجي تعمل مقارنة مباشرة أو تناقض مباشر. طيب بالنسبة للconjunction أداة ربط عندنا بقى لكن أبسط كلمة، يعني مثلا I like hot drinks، أنا بحب المشروبات الساخنة، but I don't like tea، ما بحبش الشاي. ما الشاي ما بيشربش إلا سخن، يعني منين أنت بتحب الشاي وعندك المشروبات الساخنة قبلها؟ عادي، ما في، ماشيها يا بطل. برضه نفس الجملة ممكن تيجي مع while whereas عادي، يعني مثلا I like hot drinks but أو but أو whereas أو while I don't drink tea تمشي، بس الأحسن هنا but، لأن ده تضاد مباشر صرف كده، حاجة like والتانية don't، فالأفضل في الجمل البسيطة خالص تستخدم but. فبقول لك Mary is rich، ماري غنية but John is poor، وحط قبلها القمر. John is poor but Mary is rich، هي إياها في شيء مشكلة. طيب بالنسبة للترانزيشنز هندرس however و on the other hand. تمام، اتفقنا في الترانزيشنز انك ممكن تستخدمه في بداية الجملة او بعد الفاعل وقبل الفعل او في نهاية الجملة. هنستثنى من الموضوع ده however معانا عادي، في البداية او بعد الفعل وقبل الفعل او في اخر الجملة، on the other hand اما في بداية الجملة التانية او ما بين الفاعل والفعل في جملة تانية، بس ما تجيبهاش في الاخر، ما بتجيش خالص تقريبا. حتى دورت على مصادر كتير ان انا اشوف ما بتجيش ليه في الاخر، ما لقيتش، فحتى ما فيش اكزامبلز خالص انها بتيجي في الاخر. انت لو لقيت يا ريت توضح لنا تحت في التعليقات، يبقى انا استفدت برضه. طيب نشوف كده however معنا ومع ذلك on the other hand ومن ناحية اخرى وعلى صعيد اخر. طيب طبعا بتربط ما بين فكرتين متناقضتين، واضح خالص. ومع ذلك، طيب Mary's rich، ماري غنية، however ومع ذلك John is poor، عادي مين مشكلة. طيب لو تلاحظ ما قالش ستيل معاها، لان كانت الادوات، يعني برضه كان في عندك قبل كده في الدرس اللي فات but still but anyway، صح؟ لان anyway و still بتعمل نوع من انواع ان انت هتعمل ده غصب عن، حتى لو ايه مش فارق، انما دي تناقض عادي بسيط، مش التناقض اللي هو بيخليك unexpected result، نتيجه غير متوقعه. فده فرق ما بين ده وما بين ده. تاني كان الجو بارد ومع ذلك هيروح يسبح، فاكرين؟ طيب اللي مش فاكر يرجع للدرس اللي قبل ده بالظبط، هتدوس على القايمة فوق هتلاقي الدرس، يشوف احنا ده درسنا كام؟ 19/7، يبقى ترجع ل 19/6. طيب however John is poor. طيب واتفقنا however ليه جه قبلها سيمي كولن؟ لان قلنا ان الترانزيشنز ممكن يبقى الجملة الأولانية تختم بنقطة عادي، وفي الحالات however هتبقى كابيتال ليتر، أو تعمل سيمي كولن ويبقى سمولر، ولازم تفصل ما بينه وما بين الجملة بتاعته بكومة الجملة التانية. أما لو عايز تقول Mary is rich نقطة John however is poor، يبقى في الحالة ده however تحط قبلها كومة وبعدها كومة، أو إنك تقول John is poor سيمي كولن أو نقطة عادي Mary is rich however ومع ذلك، برضو شفت however لما جت في الآخر فصل ما بينه وما بين الجملة بكومة. طيب on the other hand Mary is rich، John on the other hand is poor. شوف عمل on the other hand، قبلها كومة وبعدها كومة طالما جت في النص. John is poor Mary on the other hand is rich، وممكن نقول برضو Mary is rich on the other hand John is poor، ما فيش اي مشكلة. اما انك تقول Mary is rich John is poor on the other hand، يبدو انها تمشي ولكن انا مش مستصغر، بس طبقا انها نوع من انواع الترانزيشنز يبقى لها ثلاث اماكن زي ما قلت لك، في بداية الجملة التانية، بين الفاعل والفعل في الجملة التانية، في اخر الجملة التانية، ويفصل ما بينهم وبين الجملة كومة. طيب في استخدام اخر ل on the other hand في حالة انك لو جبت جملة قبلها تستخدم فيها on the one hand، يعني من جانب، يبقى جايب بعد كده بعدها بكام جملة تجيب on the other hand. ده لما تيجي تعمل مقارنة ما بين حاجتين، بس لما تتكلم على فكرة والفكرة مناقضة ليها، او مثلا advantage and disadvantage pros and cons، مميزات وعيوب merits and dismerits،
حسب زي ما انت شايف يعني. طيب ده بالنسبة لدرسنا النهاردة، يبقى احنا استخدمنا 5 أدوات عشان نعمل تضاد أو تناقض مباشر ببساطة ما بين جملتين، لو خلفناهم الاتنين مكان بعض مش هيفرق معانا، ولكن الدرس اللي فات لو انت خلفت الجملتين مكان بعض مش هتبقى في جملة أساسا ولا تبقى منطقية. فده الفرق ما بين درس النهاردة اللي هو بيظهر showing direct contrast التناقض المباشر، والدرس اللي فات والأدوات اللي درسناها السابقة مع contrast unexpected results النتائج غير متوقعة. النهاردة درسنا while whereas but however on the other hand، كلهم برضو بيساووا بعض مع اختلاف ان دومت من عائلة adverb clause ودومت من عائلة conjunctions ودومت من عائلة transitions ومكانهم في الجملة، الا ان لو استخدمتهم كلهم باختلافاتهم في الاستراكشر في الجملة هيعطوك نفس المعنى. نفس الدرس اللي فات كل الادوات نفس الجملة مع اختلاف شكل الاستراكشر للجملة، الا انهم بيساووا كلهم نفس المعنى. ده انت بتحتاجه علشان لو جالك سؤال في اختبار خاص بالقواعد يقولك بدل الأداة دي تقدر تستخدمها، يعني بدل adverb clause استخدم لنا transition، بدل transition استخدم لنا proposition، بدل proposition استخدم لنا conjunction. وصلت لكم الفكرة؟ ده بس كله للتلاعب في الجمل والstructures، وكل ما انت يبقى عندك القدرة انك تعمل الكلام ده كل ما انت بتكون متفوق في المادة أكاديميا للكتابة، لأن الأجانب ما بيستخدموش الكلام ده، ولو جيت تتفرج في الأفلام هتلاقي بيستخدموا الكونجكشنز البسيطة جدا 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 وما بيعملها. ليش فيلم بقى يقول لك on the other hand وواحد تاني يقول لك nevertheless وواحد تاني يقول لك due to، لا 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 الموضوع يقول لك because و so و but و حاجات لطيفة خالص العادية اللي بتدرس في الابتدائي كده والإعدادي، إنما الكلام ده خليه اللي يروحوا جامعة ويمتحنوا ويقفلوه في كتب أو يقرأ كتاب يلاقي الكلام ده عادي. لو انت بتقرا كتب خاصه بمجال اللغه الانجليزيه هتلاقي الكونجنكشنز ديت موجوده، وتبقى فعلا محتاج تفهمها عشان تفهم العلاقه او الربط اللي الكاتب بيعمله ما بين الجمله دي والجمل اللي قبل، خاصه في الترانزيشنز. شكرا يا شباب، والقاكم على خير مع الدرس الجديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، في امان الله.